هذا نقول واحد القصه ما فاتي تكررها حتى بعض الناس تقول لي سبيل برك انا غنبقى نكررها. انا ملي خديت المراه ديالي انا خديتها يعني علاء ومشقه كبيره باش نقول لكم كل شيء اللي وقع، ولكن ملي خديتها كان كيوقع بيني وبينها خلاف على كل الناس. كنقول دابا هاد المراه إذا مشات لدارهم غادي تدوز واحد 15 يوم، أنا ما نصبرش عليها، ما نصبرش على ولادي، غنمشي خصني نرغبها نرغب والديها نلقى. علاش غنبقى هاد 15 يوم بلا راه نرغب أنا مانيت؟ هكذا يسر الله الإحفاظ على الأسرة. ولما تغادر زوجتي بيتها يعني في أي ليلة غاضبة إلى بيت أبيها مستقبل في يد الله. إذن هذا هو، ونشكر لأخينا الباحة استضافته لنا، ونشكر لكم جميعا حقيقة. والله إلا فرحت بلي شفت الوجوه الكريمة، الإخوان اللي يعني شرفوا هذا الحفل من مختلف التيارات والأحزاب. الحمد لله حنا مغاربة خوت، الحمد لله أسرة واحدة الحمد لله. وجلالة الملك هو ملك ديالنا في نفس الوقت، راه بحال الاب ديال الاسره. حنا كاملين حنا ولادو وبناتو والاسره المغربيه الممتده الحمد لله. وتنشكركم اللي جيتيو لعندو، وتنشكرو هو اللي استضفنا، وتنقول لكم دابا حنا تعشينا الله يهنيكم.